اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده الاكل الصحي، ويومنا النهارده مع الاكل الصحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما نقول الوقايه خير من العلاج. النهارده حبيت اعمل اكله دسمه زي التندوري، كلنا عارفينه بيتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل بالسمك، له تفاصيل كتيره قوي، لان بيرجع اصول الاكله للمطبخ الهندي. بتعمل بالزبادي، بتشكيلها من التوابل، المساله. المساله دي على فكره مش نوع شجره ولا نوع توابل، هي تركيب التوابل في بعضها فاخدت لقب المساله. زي التوابل المشكله عندنا يقول لك 7 بهارات، عشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي. فانا حابب اعملها النهارده بطريقه صحيه، ونشوف هنعملها ازاي. نشيل جلده الفرخه والدهون اللي موجوده فيها، ونتبلها بزبادي قليل الدسامه، يعني موجود في اي سوبر ماركت مع التوابل بتاعتنا، اعتقد كده بنسبه تقريبا 60-70% هي صحيه. معانا طبعا عدل التندوري رز بسمتي هيتعمل بالزعفران، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، لان الرز والبطاطس دايما متهمين وفي قفص الاتهام بان هم بيزودوا الوزن. على فكره الرز ممكن اسلقه بعد ما اسلقه، اصفي ميته واخده احط له التوابل، وكده اتخلصت من النشويات بتاعته اللي ممكن تزود الوزن. ولكن العصير بتاعي النهارده بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي ربنا يوفقهم طبعا، الناجح يرفع ايده ويشرب من عصير الشيف المغازي اللي هو عصير البسكويت بالشوكولاه مع العسل والزبادي، ويجعل ايامكم كلها عسل يا رب، والايام اللي جايه باذن الله. هنعمله النهارده بطريقه صحيه، ونشوف ازاي نقدمه لاطفالنا الحلوين وبالف هنا وشفاء. تعالوا مع بعض نعمل العصير الحلو ده للناجح يرفع ايده. عباره عن بسكويت شوكولاه جيد الصنع، يعني حاجه كويسه، وعسل نحل، وايه كمان، وزبادي. والزبادي هنا عادي ممكن يكون دسم كتير او قليل الدسم، مفيش اي مشكله حسب ما احنا حابين يعني. والمقادير على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. حلو الكلام. طيب بس انا جاي على بالي كده الدجاج ده زي الفل. تمام، ناخد الليمون ده كده. بتعمل ايه يا شيف؟ بناكل فراخ بقى وفرحانين بيها وشكلها الحلو ده كده. بقدم الليمون كده شرايح بالشكل ده كده، لوحة فنية. مش قلت أنا بيكاسو ده خلاص يعني راحت عليه؟ مش بعمل حاجة أنا، كل حاجة تيجي في إيدي بطلع منها لوحة فنية، هو ده المطبخ. يلا حلو أوي، صورني معاها يا شفيق. نشوف مقادير العصير، شفناه نشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه أخبارك إيه أنت جميل؟ العب. معانا بسكويت، بسكويت بالشوكولاه في قلب الخلاط. ومتجيبيش البسكويت الخشن بقى اللي يكسر لك سكينه الخلاط وتدي عليا. في بسكويت هش كده، سامع الصوت ده كده؟ حلو الكلام. تبص له كده يتكسر لوحده. تاني زبادي. حلو قوي. مع بسكويت حلو، حليب مسلج طالع من الفريزر، طالع من الثلاجه، يكون مسلج. العصير ده طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا، عصير المود الحلو. تمام. وعندنا عسل نحل، يجعل ايامكم كلها عسل يا رب. يلا، اي نوع عسل يا شفيق؟ ممكن يكون زهرة البرسيم بتاعنا، او يعني يفضل يعني. زي الفل. تمام، انزل بالعسل كله عشان خاطر عيونك. زي الفل. تمام. واشغل الخلاط وابعد عنه عشان ما تسمعوش صوته، دايما المخرج يقول لي كده. We'll be right back.
شكرا، اديت مهمتك بنجاح. العصير معانا زي الفل. عملت ايه يا شيف النهارده؟ دخلت المطبخ تسمي بسم الله، شفت الشيف المغازي بيعمل الاكل ده النهارده. حريصين انك انت بعد ما تشوف الحلقه مباشره كل يوم الساعه 1 على القناه الاولى والفضائيه المصريه اللي بيتابعونا في انحاء العالم. موضوعنا بسيط وسهل، مش الغاز وفك الغاز. فرخه جبناها وزنها كيلو ونص للامانه، شلنا الجلد منها بعد ما قطعناها 4 ارباع عشان يبقى سهل التخلص من الجلد، وعملناها بطريقه صحيه. وعملنا فراخ تندوري بتتبيله المغازي. لازم تعملي التوابل بايدك انت يا ست الكل. حلو البسكويت اللي حيرانه ما بين العصير دي، حلوه انا بحبها على فكره من زمان، وانا احب اغمس البسكويت بالشاي وبالحليب. حلو. وفي الاخر عملنا شويه الرز بالزعفران، شفناه عملناه ازاي، خدمنا عليه كويس، خدنا الشوربه بتاعه الفرخه وخدنا الفليفر بتاع الشوربه، عملنا شويه رز حلوين. علشان ناكل الرز ده ما يبقاش هو رز اصفر وخلاص. وعملنا التندوري بالشكل اللي حضراتكم شفناه، وقدمناه مع الخلطه بتاعته اللي هي البصله، جبنا البصل قطعناه جوانح او جوليان، وبعدين نزل في طاسه شديده الحراره. الموضوع هنا مختلف، انا عايز البصل يبقى جوسي وفيه طعم، فحمرته واديته التتبيله بتاعته واساس الكزبره الخضراء. هتشوفوا الطعم الكزبره الخضراء في البصله ده بعدين. وخدنا من الميه اللي بتغلى على النار، بلاش ميه هنا بقى، بقت بوكيه جرنيه شوربه لسه حتى بتغلى على النار، احتفظي بيها. ونشرب البصل ده لغايه لما يستوي، لانه مش عايزه محمر، انا مش بعمل كشري او مش بعمل ايه مثلا اكله فيها بصله محمره زي البرياني او المندي. وفي الاخر برص عليه التندوري كده بالشكل الحلو عشان يبقى فيه تناسق مع الليمون الجميل الحلو والعصير الحلو اللي بهديه لطلبة الثانوية العامة اللي ربنا كرمهم ونجحوا ان شاء الله. بهنيكم تاني النهارده. وطبعا اللي ما صادفوش الحظ وما وفقوش الحظ، تاكد ان ده خير لك باذن الله وخير ليكي، هتنجحي السنه الجايه ان شاء الله ونفرح بيكي ونهنيكي. تابعوا الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.